عاجل، البنوك تفاجئ ملايين المواطنين بهذا القرار ويبدأ تطبيقه من غد ولمدة 15 يوما تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من غد الأحد وحتى 15 سبتمبر 2023 ومن أجل دعم الشمول المالي. تقدم البنوك المصرية العديد من المزايا والعروض، من بينها فتح حساب بنكي مجانا وبدون رسوم بمناسبة عيد الفلاح، وحرصها على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي. وتقدم البنوك المصرية أيضا تزامنا مع عيد الفلاح عدد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية، أبرزها فتح حسابات بنكية مجانا بدون رسوم للعملاء الجلل أو بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات. كما يمكن للعملاء الحاصلين على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولى عند الاشتراك في محفظة البنوك الإلكترونية. وتوفر البنوك المصرية أيضا الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما ميزة وإصدار البطاقة المدفوعة مقدما وحسابات الشباب.